وعدوا ناخبيهم بإعادة النظر بتعزيز السلطات الوطنية بمعزل عن سلطة الاتحاد الأوروبي، وتعهدوا بعدم مغادرة الاتحاد ككيان، إنما إعادة النظر بطبيعة العلاقة معه. تعهدوا بإصدار أشد قوانين الهجرة صرامة وطرح قوانين اللجوء للتداول، وأكدوا عدم اقتناعهم بتوزيع المهاجرين بين الدول الأوروبية لتخفيف الضغط على إيطاليا واليونان. شهد تحالفهم انقساما في قضايا حساسة، فمنهم من وعد بتخفيف حدة التوتر مع روسيا وتقليل حجم الإنفاق العسكري محليا، ومنهم من وعد بمواصلة الدعم لأوكرانيا. اليمين الأوروبي المتطرف، تكتل سياسي يقفز إلى المقدمة في انتخابات البرلمان الأوروبي، ويكتسح المنافسات في فرنسا وإيطاليا والنمسا وهولندا وألمانيا، فيحدث زلزالاً ويثير مخاوف في كل الاتجاهات، على حساب أحزاب أخرى مناصرة لقضايا الهجرة واللجوء والبيئة والسياسات الاقتصادية والطاقة وغيرها. وبعد فشل الحكومات الحالية في حل المشكلات والقضايا الداخلية العالقة، وتحديداً على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، فما قصة صعود اليمين المتطرف؟ من هو؟ ماذا تحتوي برامجه الانتخابية؟ وما هو البرلمان الأوروبي نفسه قبل كل شيء؟ البرلمان الأوروبي هوية شخصية. هو واحد من ثلاث هيئات تمثل السلطة التشريعية في الاتحاد الأوروبي، إذ يتولى التشريع جنبا إلى جنب مع مجلس الاتحاد الأوروبي عادة بناء على اقتراح من المفوضية الأوروبية. ويضم البرلمان 27 دولة يتنافسون على 720 مقعدا فيه، مع وجود بعض الضوابط، فالمقاعد توزع تبعا لعدد سكان كل دولة في الاتحاد، والحد الأدنى لأي دولة 6 نواب، بينما يقف الحد الأعلى على 96 نائبا. يسهم البرلمان الأوروبي إلى جانب المجلس الأوروبي في وضع تشريعات للهجرة والطاقة والنقل والبيئة بشكل رئيسي، ويحصل النائب فيه على ولاية لخمس سنوات سيكون فيها جزءا من إقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي والتدقيق في كيفية إنفاق الأموال والرقابة على المجلس والمفوضية الأوروبية. فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا. في العاشر من حزيران عام 2024 نالت أحزاب اليمين واليمين المتطرف موقعا متقدما في عدد من الدول، على حساب الأحزاب اليسارية والليبرالية والخضراء، وذلك في انتخابات البرلمان الأوروبي. ففي فرنسا تصدر حزب التجمع الوطني بقيادة جوردان بارديل النتائج بنسبة تزيد على 31.5% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي أعلن عن حل الجمعية العمومية وإجراء انتخابات عامة مبكرة. وفي ألمانيا احتل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المركز الثاني بالأصوات خلف المحافظين، لكنه تقدم بفارق كبير على حزبي الائتلاف الحاكم الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر. أما في إيطاليا فقد تصدر حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بحصوله على ما لا يقل عن 27% من الأصوات، وهي النسبة المشابهة التي حصل عليها حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا الذي نال 25% من الأصوات، ليسبق بذلك جميع المتنافسين من الأحزاب. اليمين في إسبانيا واليونان. في إسبانيا أظهرت النتائج الرسمية حصول الحزب الشعبي اليميني التشكيل الرئيسي للمعارضة الإسبانية على نحو 34% من الأصوات و22 مقعدا في البرلمان الأوروبي، وحصل حزب الديمقراطية الجديدة اليميني اليوناني على 27% من الأصوات و7 مقاعد في البرلمان الأوروبي،
وجميع النتائج التي ذكرت أعلاه بالإضافة لهولندا التي فاز يمينها المتطرف أيضا ستعزز من موقع هذه الأحزاب الأكثر انغلاقا على الذات والهويات والعصبيات القومية في البرلمان الأوروبي، فأي تأثير ستتركه يا ترى؟ النتائج، التأثر والتأثير. للانتخابات الأوروبية تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي، إذ إن للاتحاد الأوروبي الحصة الأكبر من التبادل التجاري في العالم، كما أن للانتخابات الأوروبية دورا مهما في تحديد السياسات الدولية وبنائها. فمن الناحية الاقتصادية تدفع الأحزاب المتطرفة باتجاه تقييد حركة التجارة والإجراءات التقشفية، كما أنها تتبنى سياسات معادية للمهاجرين واللاجئين وتؤجج العدوانية تجاه المسلمين والجاليات العربية وتحد من حركة المنظمات النقابية والعمالية اجتماعيا. ورغم أن المهاجرين والجاليات العربية أصبحوا هدفاً إعلامياً وسياسياً للخطاب العنصري لليمين، لكنه لا يعتقد أنه يستطيع تغيير سياسات اللجوء وقلب القوانين رأساً على عقب، بل ربما يصعبها ويضيق على اللاجئين، خاصة أن قاعدة مناصريه من الناخبين تشكل لدى فئة واسعة منهم هاجساً إزاء الهجرة بعد تزايد شعورهم بتراجع ما يرونه قيماً تقليدية، متخوفين من تغيير هوية المجتمع في أكثر من دولة أوروبية. وعلى صعيد السياسة والدفاع، فإن سياسات تلك الأحزاب تعلي بالدرجة الأولى من الذات على حساب الاتحاد الأوروبي ككيان، فصحيح أنها اتفقت بتوجهات كثيرة، إلا أنها اختلفت في أخرى أيضا، كالموقف من روسيا وأوكرانيا والسياسات الزراعية والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي وغيرها. وتزايد نفوذهما معا داخل البرلمان الأوروبي تواجهه كتل وتوازنات تعاكسهم في التوجهات وتذكرهم بماض ليس ببعيد صعد فيه التطرف أوروبيا إلى القمة كالنازية والفاشية، ثم انتهى في أسوأ أقسام التاريخ.